كام في المية عن صادرات مصر لدول أفريقيا تحديدا؟ نسبة مش كبيرة قوي، لكن في نفس الوقت عايز أقول إنه مصر من أكبر الدول الأفريقية المصدرة لأفريقيا في التجارة البينية، وإن كانت الـ يعني إحنا مستهدفين أكتر من كده بكتير ونتمنى أكتر من كده بكتير، ويعني لو عرفتوا الحكومة بتشتغل فعلا شغل كبير قوي على موضوع زيادة صادرات مصرية لأفريقيا من وجهات كتيرة جدا يعني.